اهلا وسهلا بيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامجكم تاملات انسانيه. ما زلنا في الموسم السادس بنتكلم معاكم تحت عنوان فرصه عمل، وبنتناول العديد من القضايا اللي تهم كل الشباب وتهم كل اسره وكل بيت مصري. ازاي توفر فرصه عمل لابنك؟ اسمحوا لي في البدايه وقبل اي شيء ارحب بزميلتي اللي منوره في الاستوديو، المهندسه هنا المندراوي. اهلا بيك يا اهلا بك هنا، محمد، منوره الدنيا، وانا سعيد باستمرارك معانا في الموسم السادس. اهلا بيك. ميرسي. انا اسعد وسعيده جدا بوجودي معاك في الموسم السادس فرصه عمل، وخصوصا كمان بعد مشاركتي معاك في الموسم الخامس، وكان الحمد لله موسم ناجح، وان شاء الله الموسم السادس يكون ليه صدى كويس عند المشاهدين وعند الشباب، خصوصا ان احنا بنتكلم في موضوع اجتماعي وهو فرصه العمل والبطاله، وان شاء الله نتمنى ان احنا نساعد الشباب ويكون لينا يعني صدى كويس عندهم، ونوفر ليهم على الاقل خطوات ان هم يقدروا يتبعوها، ان هي تكون موفقه ليهم علشان سوق العمل، وتسهل عليهم الالتحاق بوظيفه او كده العمل. ان شاء الله. وارحب بالنجمه الجميله اللي منورانا في الاستوديو، روبي محمد. اهلا بيك يا روبي في اول حلقه ليكي في البرنامج، وانا سعيد بانضمامك لفريق العمل، ان شاء الله تكوني اضافه مميزه، وباذن الله يكون بيننا تعاون في كذا مشروع تاني سواء اعلامي او فني باذن الله. اهلا بيك محمد. اهلا هنا. انا سعيده جدا بانضمامي لفريق عمل برنامج تاملات انسانيه الموسم السادس فرصه عمل، اللي احنا هنتكلم فيه عن تاهيل ودعم الشباب لمواجهه تحديات سوق العمل. وطبعا برنامج تاملات انسانيه بجميع المقاييس ناجح، وده كمان بشهاده شخصيات كتير، شخصيات كتير من ليها وزنها في المجتمع. برنامج تأملات إنسانية من 2018، مستمر من 2018، استمرار يعني نجاح، وإن شاء الله أكون إضافة للبرنامج، والبرنامج يعمل لي إضافة، وإن شاء الله يكون وشه حلو عليا، وإنت كمان وشك يبقى حلو عليك إن شاء الله. إنت كمان يبقى وشك حلو عليك إن شاء الله يا هنا. أهلا بيكي. أهلا بيكي هنا. أهلا بيكي. طبعا يعني إحنا زي ما وعدناكم إن إحنا في كل حلقة هنبدأ نتكلم عن حاجات في إطار توفير فرص عمل أو في تسهيل كيفية حصول الطالب أو الخريج الحديث على وظيفة أو على فرصة عمل، وبنؤكد إن إحنا كل مرة كده هنديكوا كبسولات، مرة نتكلم عن السي في رايتنج إزاي تكتب سي في، مرة هنتكلم عن الجوب هانتنج إزاي تدور على وظيفة، مرة هنتكلم عن الانترفيو سكيلز، هنتكلم إزاي تعمل انترفيو تكون موفق ويقع عليك الاختيار في المقابلة الشخصية دي إذا كنت متقدم لوظيفة ما، وبنحاول ان احنا نكون ولو خطوه بسيطه في حل مشكله البطاله والقضاء عليها بشكل كامل، لان بلدنا مصر ام الدنيا مليانه خير يعني، واحنا السوق المصري قادر على استيعاب العماله الموجوده، وعندنا مشروعات وعندنا وعندنا وعندنا، بس المشكله ان احنا زي ما قلت قبل كده مش بيبقى عندنا ان امبلويمنت اللي هي البطاله، احنا بيبقى عندنا مس امبلويمنت اللي هي في ناس عندها وظايف وفي ناس عايزه تشتغل، بس اللي عايزين يشتغلوا ما عندهمش المهارات اللي تؤهلهم ان هم يوصلوا للوظيفه دي، فاحنا بنحاول ان احنا نكون خطوه في الاتجاه ده. والنهارده جايبين موضوع مهم جدا او موضوعين هنتكلم فيهم. الفقره الاولى هنتكلم فيها عن الشباب اللي بيشتغلوا اثناء فتره الدراسه، سواء لكسب لقمه العيش او للمساعده اهلهم في مصاريف الدراسه، او الشباب اللي بيبقى يعني عايز ياخد خبره وعايز يتدرب، حتى لو ما خدش فلوس هو عايز ياخد خبره، واحنا على طول بنقول ان الخبره اغلى بكتير من المال. فهنتكلم في الجزئيتين دول في الفقره الاولى، والفقره الثانيه هنتكلم ومعانا خبير موارد بشريه وعضو شركات الحاق العماله بالخارج، عضو في شعبه الحاق العماله، شركات الحاق العماله المصريه بالخارج في الغرفه التجاريه، وهتبقى ان شاء الله مداخله قيمه جدا، سواء المهندس احمد في الفقره الثانيه او المهندس مصطفى هيتكلم معانا في الفقره الاولى عن القطاع المقاولات واستيعابه للعماله وكده. اسمحوا لنا نبدا حلقتنا ببائع الفريسكا. بائع الفريسكا اللي انتشر على السوشيال ميديا بشكل كبير الفتره اللي فاتت، وناس كتير اتكلمت عنه ان هو فخور ان هو داخل كليه طب وبيساعد والده، وان هو يعني الشاب الجميل ده اللي يعني بيتكلم وبيرد بوجه بشوش وبقلب راضي، يعني هو راضي جدا عن نفسه وبمنتهى الثقة وعزة نفسه، يقول لك انا بشتغل مع ابويا بياع فريسكا وداخل طب، وان شاء الله ناوي اكون جراح كبير.
ان شاء الله. وكمان في اللي هم بعد ما يكونوا اتخرجوا ويكون مؤهل عالي ممكن ما يستناش الوظيفه لحد ما تجيله لحد عنده، لا هو لازم يسعى ويتعب عشان يوصل للوظيفه اللي هو عايزها. مش معنى ان انا مؤهل عالي ان انا لما تجيلي فرصه عمل بمؤهل اقل من اللي انا بعد ما اتخرجت واخدت مؤهل عالي وجات لي وظيفه اقل من اللي انا اتخرجته، لا ممكن اخد الوظيفه دي واسعى ليها واجتهد عشان يكون ليا فرصه عمل. ما ينفعش نفضل مستنيين ان هي واسطه او ان انا الاقي فرصه العمل اللي انا بحلم بيها، لا اسعى واجتهد واوصل لفرصه العمل دي واخدها وابدا اشتغل فيها، بس في نفس الاطار ابدا اجهز نفسي للمؤهل بتاعي عشان لما تجيني ان شاء الله الفرصه المناسبه اخدها واقوم بيها على اكمل وجه. لان ما فيش حد بيجي له الفرصه لحد عنده، لا انا لازم اسعى واتعب علشان لما تجيلي الفرصه دي اكون انا احق بيها. ده في ناس بتجيلها الفرصه لحد عنده وهما بيستغلهاش او ما بيستثمرهاش صح. يعني في واحد ممكن الفرصه تجيله لغايه عنده وهو بيشد البطانيه وينام صح. طب الفرصه هتخش لك في الحلم؟ لا طبعا مستحيل. يعني يسعى ويجتهد عشان يبقى احق بيها، لان انت دلوقتي لو ما عملتش كل ده هيجي غيرك هيكون احق بالوظيفه دي. هو يسعى ويجتهد وتوفيق من الله بقى سبحانه وتعالى عشان تكون فعلا قدها وتبقى مستحق للوظيفه دي ان شاء الله. فليس الانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. يعني ده غير الشباب الجميل اللي بنشوفه على شط بحر اسكندريه وشواطئ الاخرى في المحافظات الاخرى، في منهم اللي فاتح كافيتيريا، اللي بيبيع ذره، اللي بيبيع فريسكا. واحده زميلتي حكت لي وهي بتعد تقرير، حد بيبيع حلبسه، حلبسه اللي هي حمص الشام اللي بنشربها على الكورنيش النيل، الشطه والليمون بقى. معاه مؤهل عالي عرفه بالصدفه وكان فخور جدا بنفسه، بيجتهد وبيتعب اجل لقمه العيش الحلال. هي حقيقي دي كلها نماذج مشرفه جدا طبعا ما شاء طبعا الله. بس خلونا ما نخرجش بره اطار حلقتنا ونسال السؤال، هل يا ترى الشغل بيأثر تاثير سلبي او ايجابي على الدراسه بتاعتنا؟ بمعنى يعني الشاب المفروض وهو بيدرس هل المفروض ان هو يشتغل بجانب العمل ولا المفروض يركز في مذاكرته ودراسته علشان ما فيش حاجه تعطله عن العمل ده؟ ولا الشغل ده اصلا بيديله ثقه في نفسه وبيديله خبره عشان بعد كده يكون مؤهل لسوق العمل؟ ممكن ان احنا نكون مؤهلين لسوق العمل ان احنا نتدرب مثلا في الاجازات الصيفيه ما اشتغلش في وسط الدراسه بتاعتي، ولا ايه رايك؟ والله واحنا قبل ما نجاوب على السؤال ده هنا يعني اسمحي لي اضيف معلومه مهمه جدا يعني يمكن تغير شكل الاجابه لو عرفنا المعلومه دي. في مدونه نشرها البنك الدولي كان فيها اثنين باحثين، كان ديفيد روبالينو مدير مجموعه الوظائف الشامله ومحمد مرواني الخبير الاقتصادي الاستاذ المشارك في جامعه السوربون. قال لك ان خلق فرصه عمل او خلق وظيفه واحده ليس اطلاقا بالامر اليسير، لان تكلفه خلق وظيفه واحده قد تصل ل 20,000 دولار. يلا 20,000 دولار دي يعني الدولار مثلا لو ب 15 وكسور، قولي لو ب 15 مبلغ يعني 300,000 جنيه يعني. لو في الاخر وظيفه يعني وظيفة هو موضوع مش سهل خالص. واحد والمدونه اكدت ان ال 20,000 دولار دول لخلق فرصه عمل مناسبه. ودت مثال لو فتحنا مقهى، لو فتحنا كافيه او حاجه زي كده في الولايات المتحده الامريكيه بيتكلف انشاؤه حوالي من 80,000 دولار ل 250,000 دولار. يعني معنى كده يا محمد اللي فهمه من خلال المعلومه دي ان الموضوع مش مقتصر على مصر بس، ان البطاله موجوده حتى في الدول الكبرى زي امريكا. فعلا، وخصوصا السوق المصري انت كنت بتقولي لي عدد الخريجين 650 ل 750,000 بيطلعوا كل سنه لسوق العمل سنويه، عدد مهول يعني بحسب تصريحات الدكتور هاله السعيد. دكتور هاله السعيد طبعا وزير التخطيط والمتابعه والاصلاح الاداري وشخصيه اقتصاديه قيمه وذات ثقل من نوع خاص يعني. خليني ممكن معلش اتوقف عند كلمه بطاله عشان نوصف للمشاهد احنا اكتر بنتكلم عن بطاله ايه. احنا بنتكلم عن البطاله الهيكليه اللي هي بتكون بطاله بتكون متراكمه، يعني تكرار البطاله ان هو كل سنه في خريجين جداد بيتخرجوا، زي ما كانت روبي بتقول ان هو تقريبا بيكون 650 ل 750 الف خريج كل سنه. فدي معناه ان هو في بتكون تراكم متعدد للبطاله والخريجين كل سنه، فنسبه البطاله كده بتزيد. ودي اصلا يعني عايزه تفكير خارج الصندوق علشان نقدر نوصل لحل ليها ويكون حل جذري وسريع، يعني علشان يكون مفيد للشباب وان هم يلاقوا فرص عمل في اقرب وقت. طب بمناسبه الشباب والحلول وخلق فرص عمل، احب اضيف
نقطه كده، في ناس كتير ما تعرفش عدد الشباب الكبير اللي بيشتغلوا في المشاريع الجديده اللي بيفتتحها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. المشاريع دي فعلا بتوفر فرص عمل مهوله لشباب كتير جدا. حبيت بس اوضح النقطه دي عشان الناس اللي مش مستوعبه كفاح ونضال الدوله المصريه رئيسا وحكومه في صنع وخلق فرصه عمل والتخلص من كارثه البطاله الهيكليه. ولولا السيسي ما كانت مصر الامس اليوم الغد. دي الكلمه المشهوره بتاعتك على السوشيال دي، لولا السيسي ما كانت مصر. سيسويه من الطراز الاول انت. طبعا رئيس جمهوريتي. وحاجه بتخدم طبعا الشباب، يعني لما يتوفر فرص عمل للشباب دي بدل ما يكون في بطاله هيكليه، احنا كده دي اصلا تكون اول فرصه ان احنا نبدا نكسر البطاله الهيكليه دي، بدل ما الشباب ان هم يتخرجوا ب 600 و700 الف كل سنه، لا دول هيلاقوا فرص عمل سريعه. صحيح. معانا مداخله تليفونيه. صحيح. المداخله التليفونيه جاهزه معانا على الخط. طب اكدوا عليها كده قبل ما نخلص الجزئيه دي. طبعا يعني احنا في الفقره الثانيه زي ما قلنا لكم جايبين كبسولة سريعة كده، هنعرض بشكل مبسط جدا الخطوات العملية وإيه أهم الداتا والبيانات اللي مطلوب إن هي تكون موجودة في السي في بتاعك أو في السيرة الذاتية بتاعتك. فيعني خليني إن أنا أقول برضو إن السي في أو السيرة الذاتية دي هي البوابة اللي أنت بتدخل منها من عالم إن أنت مش شغال وبتبحث على وظيفة لعالم إن أنت راجل يعني بدأت تقدم لوظيفة أو بدأت إن أنت تلتحق بوظيفة أو بدأت إن أنت تكون شغال في وظيفة ثابتة. لو معانا وقت قبل المداخلة ولا؟ نعم. معانا وقت قبل المداخلة ولا؟ لا هو المداخلة معانا جاهزة. طيب. معانا الباشمهندس مصطفى. باشمهندس مصطفى صباح الورد ولا مساء الورد؟ اهلا بحضرتك باشمهندس مصطفى. اهلا بحضرتك استاذ باشمهندس مصطفى. اهلا بيكم. اهلا بيكم بالساده المشاهدين، واهلا بالاستاذ محمد والاستاذه روبي الوجه الجديد والاستاذه هان. اهلا بيكم. اهلا بيكم استاذه مهندسه هانا المندراوي. اهلا بحضرتك منورنا. معانا باشمهندس. ايوه يا فندم مع حضرتك. طب احنا حضرتك باشمهندس مصطفى، حضرتك عندك شركه مقاولات، شركه الترا، ومجال المقاولات من المجالات اللي بتستوعب عدد كبير من العماله، ومن المجالات اللي هي يعني كان ليها يعني ارتفاع كبير في اسهمها في اخر 20 سنه في مصر. فكنا عايزين حضرتك تكلمنا، احنا بنتكلم في الموسم السادس من برنامج تأملات انسانيه تحت عنوان فرصه عمل، وهدفنا دعم وتأهيل الشباب لمواجهة تحديات سوق العمل. فعايزين من حضرتك كده يعني تصور سريع لمدى أهمية قطاع المقاولات لطرح فرص عمل في السوق، وخصوصا في الفترة الأخيرة، فترة الأزمة العالمية اللي مرينا بيها، جائحة كورونا. أهلا بك يا باشمهندس، وتفضل المايك. أعتقد في جائحة كورونا كان مفيش توقف للمقاولات يعني زي بقية النشاطات، صح يا استاذ؟ مظبوط مظبوط كلام حضرتك. طبعا زي ما المهندس محمد، زي ما الاستاذ محمد قال، احنا في مجال المقاولات في اخر 20 سنه مصر شهدت طفره كبيره قوي في المجال دوت، وابتدى يستوعب كل المجالات وكل الفئات، سواء عماله او صناعيه او مهندسين او مشرفين او محاسبين، من كل الشعب ومن كل الطوائف. الفيلد ده بيستوعب اي حد ايا كان هو مين، حتى ولو كان زي ما حضرتك، انا كنت متابع معاكم من اول البرنامج، زي ما حضرتك كنت بتقول يا استاذ محمد، ان الفيلد ده بياخد كوادر طلاب او لسه بيتعلموا، وبعد ما بييجوا يتدربوا عندنا كشركات مقاولات بيبتدوا ياخدوا الخبره ويعملوا حفظ وظيفي لغايه اما يخرجوا من جامعاتهم ويرجعوا يشتغلوا عندنا، او بيغيروا يروحوا شركه اكبر مننا او وات ايفر الشركه اللي بيروحوا عليها. وطبعا ده بيديهم ثقه في نفسهم وثقه في المجال اللي هم بيشتغلوا فيه، سواء الهندسي او المحاسبي او الاداري او على حسب الهيكل الوظيفي اللي هو بيبقى فيه. وطبعا العماله عندنا بتستوعب، يعني المجال عندنا بيستوعب جميع فئات العماله اللي في السوق، وخصوصا بعد جائحه كورونا مصر اثبتت في العالم كله ان احنا ما بنقفش خالص، ومجال المقاولات اشتغل وما وقفش تماما، واشتغل على حسب تعليمات السيد رئيس الجمهوريه ومعالي رئيس الوزراء. طيب يعني باشمهندس مصطفى، يعني مجال المقاولات زي ما اتفقنا ان هو بيستوعب شريحه كبيره من العماله،
طب هل نموذج بتاع بائع الفريسكا اللي هو ممكن يكون طالب في كليه من كليات القمه زي ما بنصنفها في مصر، او طالب يكون في كليه او في جامعه بشكل عام فهيحصل على مؤهل عالي بعد سنه بعد سنتين بعد تاني. هل النموذج ده دارج ومعتاد في مجال الشغل مع حضرتك؟ اه طبعا، يعني احنا موجودين عندنا النماذج دي كتير كتير جدا، زيهم الولد بتاع الفريسكا. هو دلوقتي ان شاء الله يعني هيخش كليه الطب وهيتكفله رجال اعمال، والدوله تكفلت بيه لغايه ما يتخرج. وطبعا اول ما يخرج بيلاقي وظيفته في المستشفيات وبيلاقي المكان وبيتدرب قبل ما يخرج، وطبعا بيقدر يخرج يشتغل زي ما هو قال، كمان بيقدر يخرج يشتغل ويرجع يكمل دراسته عادي جدا، لان ده بيديله ثقل زي ما احنا قلنا يعني. اهلا وسهلا مهندس مصطفى. اهلا بك. اهلا وسهلا. حضرتك عارف احنا عارفين ان المقاولات من المجالات اللي فيها معدل احلال سريع للعماله. عايزين بقى تعقيب من حضرتك على الجزئيه دي، يعني هل ده بيسبب مشاكل او صداع عندكم في عدم استقرار العماله، ولا ده سمه من سمات العماله اللي هي مثلا الموسميه او الطلبه او الدارسين اللي بيروحوا يشتغلوا عشان يساعدوا اهليهم في الدراسه؟ تمام. احنا بالنسبه لنا في المجال طبعا بنعاني من الازمات دي، ولكن الحمد لله رب العالمين برضو بنقدر ان احنا نسد ونستوعب بعماله تانية وناخدها، وبنعمل مدارس ومؤسسات تحتضن الناس اللي هم لسه ما فيش في ايديهم مهنه او حرفيه. على سبيل المثال الشركه بتاعتي عامله مدرسه لحاجه اسمها خرسانه مطبوعه، احنا بناخد اي حد عايز يتعلم المجال دوت بناخده وبنعمله خرسانه مطبوعه. لا استنى بقى، عشان انا ايه، انا بحب الفوتوغرافيا والفن التشكيلي، فمعلش قول لي اديني خلفيه عن الخرسانه المطبوعه. ده بتعملوا مجسمات خرسانيه ولا خرسانه عليها طباعه صور او حاجه زي كده؟ تمام. هي الخرسانه المطبوعه هي خرسانه عاديه جدا، بتيجي بنصبها في الارض وبعد ما بتتصب بنلونها باللون اللي انت حابه، سواء احمر اخضر اصفر وات ايفر اللون اللي انت عايزه، زي المداخل والجراشات يعني، زي المداخل والجراشات والحمامات السباحه والرمبات وممشى القدم. كل الحاجات دي احنا بنعملها من خلال الخرسانه المطبوعه، وهو على فكره فيلد دخل جديد في اخر 20 سنه من في المجال، ونجح جدا 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 وبيشتغل بشكل سريع قوي عن اي ابلكيشن تاني بيتطبق يعني. صحيح، لان تكلفته بتكون مناسبه كمان، وان هو يقدر للجراشات ان هو بيستحمل يعني حمله بيكون قوي. عايز اسال باشمهندس مصطفى اي حاجه؟ حابه اسالك يا باشمهندس مصطفى، بالنسبه للناس اللي هم في وقت الدراسه في الجامعيه بيكون في فتره اللي هي الاجازه الصيفيه دي، هل بتسمحوا لهم ان هم يتدربوا في الاجازه، ولا ده بيكون صعب ان هو لازم ما دام انت هتيجي تشتغل عندي فانت المفروض بتقعد وقت طويل انك بتشتغل، بحيث ان هو طبعا في الاول بيكون لسه بيكون فتره تدريب او ان هو بيتعرف على الشركه، بعد كده بعد فتره ان هو يقدر يفيد الشركه بعد ما يقعد فتره يعني كبيره، فهل الاجازه الصيفيه دي اللي هي بتكون تقريبا 3 شهور ممكن بيكون مسموح للطالب ان هو يتدرب فيها، ولا بس بيكون على طول مجال شغل يعني؟ في الحقيقه احنا عندنا نوعين من الطلاب بيشتغلوا معانا في المجال. في طالب اللي هو بيبقى جاي طالب ان هو يتدرب عندنا الثلاث شهور، ده بيجي في حالتين، في حاله بيجي فيها اللي هي بدون اجر وبياخد بونص بسيط قوي مقابل ان هو بيجي يتدرب عندنا، وفي طالب تاني بيبقى جاي هو اصلا مؤهل وحافظ هو بيعمل ايه وفاهم، فبالتبعيه بياخد الوظيفه بتاعته وبيحتفظ بيها وبيقدر ياخد مرتب فل بالكامل يعني. صحيح. فل سالري يعني. وفي النوع التاني اللي انا اتكلمت حضرتك عنه اللي هو النوع الموسمي اللي هو بيجي يتدرب وبيمشي، ده بيجي في مقابل بونص بسيط، وفي اخر ما يخلص دراسته خالص بيجي يعمل حاجه عندنا اسمها حفظ وظيفي. يعني ايه حفظ وظيفي؟ يعني بعد ما يتدرب عندنا فتره الاربع سنين او الخمس سنين او وات ايفر عدد السنين اللي هو بيتعلمها، بيعمل حاجه اسمها حفظ وظيفي وبيتخرج من كليته ويجي يقول لنا انا كنت بتدرب عندكم وبالتبعيه ليا الاحقيه في ان انا اتعين عندكم موظف، فبالتبعيه احنا بنديله الوظيفه او بنديله شهاده ان هو اتدرب عندنا وان هو كواليفايد في الفيلد اللي هو اتدرب او الكارير اللي هو اتدرب عندنا عليه، وبيروح يشتغل في شركات سواء اكبر مننا او زينا. يعني لان تدريبه ده بيفيده طبعا بعد كده اللي هو في دراسته، وبيفيده طبعا بعد ما يتخرج سواء بيشتغل عندكم بيكون يعني متاهل اكن معاه خبره، يا اما لو اشتغل بره ان هو دي بتكون برده شهاده خبره ليه. حلو جدا. بالظبط. وفي منهم اللي بيكمل معانا طول فتره الدراسه وبيجي بعد الدراسه ساعتين بيجي يتعلم فيهم ويرجع تاني يكمل دراسته.
تمام، دي ميزه طبعا كويسه جدا للطلاب، يعني ان هي حاجه طبعاً بتفيدهم في مجالهم. أكيد. طبعا طبعا. كاترو روبي، مهندس مصطفى، هل في فرص عمل متاحه عندك في الشركه؟ بص بقى روبي بقى بتحطك بقى ايه في خانه الياكل، بتقول لك على بقى يعني المقاولات انت حضرتك بتقول انها بتستوعب عملها كتير، فهل في فرص عمل حضرتك تحب تعلن عنها من خلال البرنامج او تحب حد يتواصل معاك او؟ طبعا احنا بنعلن عن فرص عمل عندنا في الشركه، ان احنا عاملين مدرسه بتعلم الخرسانه المطبوعه من اول العماله لغايه المشرفين. احنا طالبين المجال ده بقوه، طالبين عماله، طالبين عماله نلاقيها كمان تبقى صناعيه، يعني بدل ما هياخد سالري صغير هيبتدي بسالري صغير وفتره قصيره قوي هيعلى بالسالري بتاعه او بالمرتب بتاعه. الناس هتدعي لي كروبي على فكره، الناس هتدعي لي كروبي كده على فكره. ايوه جدا، كمان مجال المقاولات بيبقى فيه تقريبا كل الوظائف، يعني من اول المهندس والعامل بعد كده حتى التسويق، فبيكون في وظائف كتير، فاحنا نامل بعد كده ان شاء الله ان يكون في عرض الوظائف اكتر من حضرتك ان شاء الله. ويسعدنا ان حضرتك تبقى تنورنا. خلاص وعدنا على الهوا اهو. خلاص وعدنا. انا عندي معيد في كليه بيتدرب عندي. أيوة. معيد خريج ومعيد وبيتدرب عندي للخرسانه المطبوعه. ده اكتساب خبره طبعا كبير جدا يعني. ربنا طبعا زي ما الاستاذ محمد قال ان الخبره اهم من الفلوس. اغلى بكتير، اغلى بكتير. مكسب، مكسب كبير قوي، اغلى من الفلوس فعلا. تمام. احنا سعداء جدا بوجود معاليك يا باشمهندس مصطفى معانا على الهواء مباشره من مدينه الانتاج الاعلامي على شاشه برنامج تأملات الانسانيه. شكرا على قناه الصحه والجمال. شكرا باشمهندس مصطفى، ان شاء الله تبقى تنورنا وتشرفنا مره قريب كضيف في البرنامج هنا في الاستوديو. نشوف ان شاء الله كده دلوقتي نطلع فاصل، وانتظرونا في الفقره الثانيه من البرنامج اللي هنتكلم فيها عن السيره الذاتيه وصياغه السيره الذاتيه، ومعانا مداخله قيمه مع المهندس احمد هيكلمنا فيها عن الانطباع الايجابي اللي ممكن ياخده عن احد الاشخاص متقدم لمهنه حتى من قبل ما يجي يعمل له انترفيو. اسمحوا لنا نطلع فاصل ونرجع لكم مره ثانيه مع برنامج تأملات انسانيه الموسم السادس فرصه عمل. ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل في الحلقة الشيقة المميزة اللي منوريني فيها النجمتين دول هنا المندراوي وروبي محمد، وفي الفاصل الناس عمالة بتعكسك بتقولك شاطرة قوي، معقولة أول مرة؟ فمنورانا روبي، وإن شاء الله تكون تجربة مميزة ليكي بإذن الله، وتكون إضافة قوية ليكي في بداية مشوارك المهني في مجال الاعلام باذن الله. وهنا طبعا يعني دايما منورانا، وانا سعيد ان انت مكمله معانا النهارده الحلقه بالكامل الفقرتين، الفقره الاولى. يا محمد انا اسعد، ودايما مجتهده ودايما بتبهريني بشغلك وبالماتيريال اللي مجهزاها والاضافات اللي بتضيفيها للاعداد، فحاجه ان شاء الله يعني جميله، وسعدني وشرفني ان احنا نكون مستمرين مع بعض. دايما كلامك الايجابي ده بيدي طاقه حقيقي في اول الحلقه، وفعلا احمد بيدينا طاقه ايجابيه، يعني انا قبل الحلقه اداني طاقه ايجابيه جميله قوي يعني. الحمد لله. الحمد لله. مطمنه يعني. اشكرك يا محمد، مبدينا على الهواء والدنيا لذيذه. لا مطمنه. الحمد لله. الحمد لله. طيب احنا معانا دلوقتي مداخله تليفونيه من الاخ المحترم المهندس احمد خالد صالح. مهندس احمد هو عضو شعبه شركات الحق العماله المصريه بالخارج، عضو شعبة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بالغرفة التجارية، وشخصية ذات ثقل في مجال الموارد البشرية، وأنا يسعدني إن هو يكون معانا موجود معانا في المداخلة. باشمهندس أحمد معانا على الخط. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ محمد. أهلا وسهلا بحضرتك، وسعداء بوجودك معانا في برنامج تأملات إنسانية الموسم السادس فرصة عمل. أهلا بحضرتك وتشرفت بوجودي مع حضرتك وأستاذة هنا وأستاذة روبي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا مهندس احمد خالد. اهلا باشمهندس، منورنا في البرنامج. اهلا بيك. اهلا بيك. في الحقيقه يا باشمهندس، هو احنا بنتكلم في البرنامج بشكل عام عن دعم وتاهيل الشباب لمواجهه تحديات سوق العمل، فكنا حتى اتكلمنا في الفقره الاولانيه عن بعنوان مؤهلات عليا تبيع الفريسكا، يعني في اشاره واضحه للقصه الشهيره اللي خدت السوشيال ميديا الفتره اللي فاتت وكانت منتشره جدا، اللي هو بائع الفريسكا اللي هو طالب كليه طب واللي بيساعد باباه وهكذا. طبعا شاب محترم جدا، وكلنا شفنا قصته، وكان اتبسطنا جدا باللي حصل معاه يعني، ونتمنى كل الناس اللي زيه يبقى ليهم نصيب كويس ان شاء الله المجتهدين. احنا كنا بنتكلم بقى يعني عن الانترو او المدخل اللي بيدخل منه طالب الوظيفه ليلتحق بالعمل في احد الشركات، وهو السيره الذاتيه. في البدايه طبعا. مثلا في شركه طالبه عماله، او شركه عامله اعلان، او شركه بتفتح جديد، فالناس بتبدا تبعت السيره الذاتيه او السي في بتاعه، بحيث ان هو اول ما تتاح فرصه او في فرصه معلن عنها يكون ليه فرصه. مظبوط. كنت عايز اسال يا روبي بقى عن، اهلا مهندس احمد خالد، كنا بس عايزين نعرف من حضرتك، هل السيره الذاتيه لها عامل ايجابي او سلبي في تقييم المتقدم للوظيفه؟
اهلا بحضرتك. اهلا انا بيك. عايز اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا، ان السي اتفضل. في دوت هو الماركتنج اللي الشخص بيعمل بيه دعايه لنفسه قدام اي حد هو حابب يشتغل معاه، او اي بزنس حد او اندستري يشتغل معاها. يعني السي في دوت هو زي مثلا عندي اي منتج او براند بيبقى ليه فلاير تعريف، مظبوط؟ السي في دوت هو الحاجه اللي بتعرف لك كبني ادم او كشخص او كموظف للشركه اللي انت بتقدم فيها. فهو اهم يعتبر بالنسبه لنا من الانترفيو نفسه، لان هو اللي هيوصلك للانترفيو. بيبقى فيه تمام؟ داتا اناليسز وتحليل البيانات دي للمتقدمين، ويعملوا لهم فلتريشن وتصفية، ونختار 5 6 10 نعمل لهم انترفيو. بالظبط كده. عايز اقول لحضرتك ان الفلتريشن دوت بيكون اساسه جدا زي ما انت قلت هو السي في ده، وبيكون في اناليسز دقيقه جدا لحاجات اقل حاجه، زي مثلا لو في خطا املائي، يبقى لو إشارة مثلا لمهاراته. لعدم دقه، صحيح. لعدم ان هو ما تمام. عملش حتى دبل تشيك على السي في بتاعه، ان هو ممكن لما اجي اقدمه انا بعد كده لو انا شغلته في شركه معينه، الشركه دي ممكن تقول، ممكن يجي يبعت ايميل بيمثلني انا كشركه، هيغلط فيه كمان. صح، لأنه بيمثل شركة كله، هو مش بيمثل شخصه يعني. صحيح، بالظبط كده، الشركة بيمثل كلها الشركه اللي هو دايرة شغال واحدة. فيها. كمل اتفضل اتفضل يا باشمهندس. تمام. فعندنا كذا حاجه بالنسبه لي لو عايزين نتكلم عليها كسي في محتاجين ان احنا نهايلايت عليها، واخطاء بنشوفها كتير جدا خلال شغلنا في التوظيف سواء جوه مصر او بره مصر. تمام. اخطاء الاملائيه دي حاجه بتخليك تبان ان انت انسان مش دقيق. لو انت مثلا رايح معرض توظيف او امبلويمنت فير، ما ينفعش ان انت عامل تبقى تعديل في السي في بايدك، ايوه، شخبط فاهم؟ لازم بقى تكون حاجة كلها وماسح بالظبط وكوريكتور بالظبط بالظبط بالظبط. في بعض الناس بيحبوا يحطوا الوان زياده في السي في بتاعهم مثلا. بتشد الانتباه طبعا، مع الفاضي بالظبط. يعني. الالوان الزياده مش بتبقى حاجه مستحبه في السي في، بالعكس هو لو ابيض واسود كمان ممكن يكون كفايه. تمام. ولو مش في ناس ابيض واسود تبقى الوان هاديه مريحه للعين، الوان مش هاديه، لون فاقع صحي. بقى، او بالظبط. هو ده احنا ده الغرض ممكن منه يعني، ان انا عشان اركز على المهارات بتاعت الشخص نفسه، ما ياخدش العين اللي هو الديزاين او التصميم بتاع السي في بالظبط نفسه. صح، كده. تمام. المطلوب من السي في ان انا بوصل نفسي للشركه اللي قدامي، مش بوريهم ديزاين حلو. صحيح. يعني تمام. كده المهارات بقى اللي هي السوفت سكيلز والمهارات الشخصية، هل دي فعلا بتفرق في السي في وبعد كده في ان انت تقبله للشغل وان هو يستمر في الشغل دي؟ هي دي سلاح ذو حدين. لو المهارات الشخصية اللي انا كاتبها تنفعني في نطاق الوظيفة اللي انا مقدم فيها، طبعا ادد فاليو، اكيد دي حاجة ادد فاليو بالنسبة لي جدا. هو لكن لو الدراسات والابحاث يا باشمهندس اعتقد بتقول ان يمكن اكتر من 70% من نجاح الاشخاص في الحياه العمليه متوقف ومبني على السوفت سكيلز او المهارات الانسانيه او المهارات الشخصيه. دي حقيقه، فيمكن حتى الشركات المالتي ناشونال دلوقتي بتقيم الناس بيزيكلي في البدايه على المينتاليتي والشخصيه والكوميونيكيشن والكلام ده، قبل من المهارات التكنيكال او قبل الانترفيو التكنيكال. بالظبط كده يا استاذ محمد، عمرك اطول من عمري. كنت عايز اقول لحضرتك على حاجه، فضل. ان السي في دوت هو اللي انا بكومينيكيت بيه مع الشركه اللي انا هقدم فيها، دي صيغه التواصل بيني وبين الشركه في اول تواصل. فلو انا مش عارف اتواصل في اول مره انا هبعت فيها السي في بتاعي، يبقى انا برضو اكيد عندي ميس كوميونيكيشن، فدي بيبقى انديكيتور ان هو انا عندي ميس كوميونيكيشن. صحيح. تمام. طيب بيكون كده تمام برضه كده. في التقديم اللي هو بتاع السي في، في ناس بتبقى فيه اسطمبه كده على الانترنت، الناس بتاخدها وتكتبها ان هو المهارات بتاعتي، ان انا بعرف اشتغل شغل جماعي، ان انا مهاراتي كذا وكذا. طبعا انتوا الحاجات دي لما بتشوفوها بتبقوا عارفين ان هو ناقل او بتبقى واخد سي معروفة في صاحبه، جدا. مش هو. صح، بالظبط، هي الحاجة حاجة زي دي بتبقى معروفة جدا. أنا لازم أعمل السي في وأعمل له كاستمايزيشن على أساس خبراتي أنا وطبيعة شغلي أنا، مش حاجة عامة، لأن السي في ده مش إعلان، ده حاجة بتخص الشخصية، اسمها سيرة ذاتية. صح، ما ينفعش تبقى كوبي بالناس وناس. صح، وتكون مصداقية، تمام؟ أنت أول ما تقعد معاها بالظبط هتعرف إذا كان صادق أو لأ، إن هو الحاجات دي موجودة فيه فعلا مهارات ولا مش بالظبط. موجودة. وبلاش لغتين في نفس السي في، ما ينفعش. تمام. يعني هو السي في يا إنجلش يا عربي. يا كده يا كده. طب أنهي بقى حابب بيفضل، أقول أنهي يعني، على حسب الشركة اللي أنا بقدم لها ولا على هو حاجة حسب الشركة. بروفيشنال؟ هو خلي بالنا جدا ان انا لازم اصلا قبل ما ابعت سي في اكون عارف الشركة اللي انا بقدم فيها ايه، تمام. والوظيفة اللي انا مقدم لها ايه. لان هو برضو انا في حاجة عايز اقولها، احنا دايما بنعملها، احنا دايما عندنا سي في نسخة واحدة وبنبعتها.
تمام. في دايما مكان في التي في اسمه اوبجكتيف، بيبقى موجود في التي في اسمه اوبجكتيف. تمام كويس. الاوبجكتيف دوت المفروض بيختلف من شركه لشركه، يعني تمام. لازم بيكون ميكس بين حاجتين. الاوبجكتيف دوت الحاجات اللي الشركه هتضيفها لي، واكيد مش هتكلم فيها على حاجه ماديه، ايوه. ما ينفعش اتكلم فيها على حاجه ماديه. الحاجات اللي الشركه بتضيفها لي، والحاجات اللي انا عايز او ناوي او شايف ان انا ممكن اضيف فيها في الشركه. يعني تمام. والله انا شايف ان انا ممكن الشركه دي تضيف لي ان انا هاخد خبره في الحته الفلانيه، هاخد تريننج في الحته في المكان الفلاني، وفي نفس الوقت انا ممكن اضيف ايه. تمام، بشكر جدا حضرتك باشمهندس احمد. مهندس احمد، بقول لحضرتك تقول ايه الاشخاص اللي هما بيكتبوا معلومات خاطئه في السي في؟ يعني CV بيكتب بتاعه. حاجه يعني اقول لهم رساله اقول ليهم لهم طبعا كل حاجه من ممكن اصلا من قبل ما الشخص يقابلك، بيقابلك بتبقى باينه اكوردنج للتخرج بتاعك، اكوردنج لسنك، اكوردنج كل في مؤشرات كتير ممكن من غير ما قبلك بتبين قوي انه مش لوجيك. خلي بالك ان الحد اللي بيقرا السي في بتاعك دوت بيكون حد اتش ار فاهم كويس، لازم بيكون فاهم في مجالات كتير، عشان كده الاتش ار بتوظفه بسكيلز معينه، فبيقارن انت كل حاجه بيربطها ببعض. هو مش مجرد بيقرا كلمه وبياخدها زي ما هي، هو بيربط احداث، بيقرا السيره الذاتيه بتاعتك كانها احداث. فبيربط السيناريو، محدد. السيناريو اللي انت بالضبط. عايشه ده كله بيربطه ببعضه. بالظبط، لازم تكون محدد جدا في الاوبجكتيف، وسبيشال ان عنده خبره، عنده خبره في تحليل البيانات دي. الحاجه اللي عايز اقولها كمان الدقه في كتابه خبرتك، يعني ما ينفعش اجي اكتب انا اشتغلت في شركه كذا من فتره كذا لكذا، طب اشتغلت ايه؟ مش كاتب ليه الجوب تايتل؟ ايوه، وده اللي هيفيدهم، ده الاهم. بالظبط، صحيح. بالظبط، اتخرجت من جامعه كذا، طب متخرج من كليه ايه؟ يعني ما قل ودل. معلش، احنا قطعنا حضرتك في ملاحظاتك، حضرتك كنت قلت ملاحظتين انا مدونهم، رقم واحد الاخطاء الاملائيه، رقم اتنين الالوان والديزاين ما يبقاش اوفر ويفضل بالضبط. يبقى اسود. يعني انا حابب اكيد في ملاحظات حضرتك عايز تستدرك فيها. دي حقيقه، دي حقيقه. اتفضل. بلاش جداول، السي في اللي فيه جداول ما بيبقاش شكله حلو، يعني هو ما ينفعش ان السي في يكون فيه جداول، ان انا مثلا اعمل الجوب هيستوري بتاعي بجداول، دي حاجه مش مستحبه. زي ما قلنا بلاش لغتين، بلاش ترجمه جوجل. يعني انا مره شفت السي في واحد هو من ضمن ترجمه جوجل اللي عملها اسمه، هو اسمه ربيع، فلقيت اسمه سبرينج، فببص يعني بلاش ترجمه جوجل. طرفه في السيره الذاتيه. بالظبط، بلاش ترجمه جوجل خالص. بلاش لغه الكتابه البسيطه اللي هي كانك بتتكلم على السوشيال ميديا، اللي هي كانها وات ايفر بقى، هي عربي ولا انجلش، اتنين اصحاب قاعدين يعني بيدردشوا. لا بالزبط، انت حاجه فورمال شيك كده. بالظبط، لازم الكلام، الله ينور حضرتك، لازم يكون كلام فورمال. زي ما قلنا هو السي في هو الماركتنج بتاعتك، اعتبر نفسك ان انت براند وبتسوق لنفسك. تخيل لو اي براند مثلا انترناشونال هيعمل ماركتنج لنفسه، اكيد هيبقى واخد وقت من نفسه عشان يعرف يوصل نفسه للناس ازاي. ممكن باشمهندس اسالك على حاجه؟ في دلوقتي يعني كان ان هو وانت بتكتب السي في، هل بيستحب ان انا احط الصوره الشخصيه بتاعتي في السي في ولا لا؟ طيب ده على حسب برضه الوظيفه اللي انا مقدم فيها. مثلا انا بقدم لوظيفه السيلز، اكيد مهم شكل، تمام، واكيد مهم ان الصوره دي تكون فورمال كويس. في بعض الحالات والكيسز مثلا فورمال، لابس بدله والوان متناسقه، لان دي برضو ايمج وبيحكم بالضبط. عليك منها زي الجواز السفر يا استاذ محمد، او زي الباسبور. تمام. احنا يعني سعداء جدا جدا بالمداخله بتاعت حضرتك دي يا باشمهندس، ونتمنى حضرتك تنورنا ان شاء الله كضيف في حلقه هنا في برنامج تأملات انسانيه في الموسم السادس فرصه عمل، ويكون لنا شرف وجود حضرتك معانا. شكرا يا باشمهندس احمد، افدتنا بالاسئله كتير كنا محتاجين لها اجابات. الخط اعتقد فصل، بس ان شاء الله باذن الله يعني يكون في فرصه لباشمهندس احمد ينورنا في يوم من الايام. انت كنت عايزه تتكلمي بقى يا روبي عن ان اهم من السي في الشخصيه. انا رايي اهم من السي في، في حد بيبقى متعلم وواخد كورسات كتير لكن ملوش طله ولا كاريزما. صح، هي دي حاجة مهمة جدا، بس طبعا مش لوحدهم، يعني ده لازم يبقى نثقله بالمهارات وبالخبرات بتاعتنا وبالكورسات، لأن دي في الآخر هي اللي بتفيد. يعني واحنا بنقدم في العمل بتفيد يعني الشخص اللي أنا بقدم له، ويقول إن هو ده هل هوظفه في الوظيفة دي ولا لأ، على حسب المهارات بتاعته والكورسات اللي هو بياخدها. وطبعا المهارات الشخصية مهمة جدا، هي دي بتثقل قيمتك عند الشخص اللي أنت مقدم له على وظيفة. بس في مجال العمل يعني يمكن الكورسات كمان
يعني ضروري ان انت تاخد الكورسات اللي هي بتاعت السوفت سكيلز او المهارات الانسانيه زي كنا بنتكلم كده، يعني ان حوالي 70% او اكتر من 70% من نجاحك في حياتك العمليه او استقرارك في وظيفتك متوقف على السوفت سكيلز. انت بتتعامل مع الناس ازاي؟ الكوميونيكيشن بتاعك ازاي؟ النيجوشيشن والقدره على التفاوض ازاي؟ ان انا اقدر اسكت في بعض الاحيان واخد جانب سلبي وارضى باللي قدامي، واحيانا لازم اكون شديد في المطالبه بحقي مثلا او في المطالبه باتفاق معين في التعاقد او الى غير ذلك. ودايما روبي بتقول لي اهم حاجه في التعامل الحب. اهم حاجه في التعامل في اي شيء في الحياه الحب والاحترام. فعلا اهم حاجه في الحياه. كنا بنتكلم امبارح بنقول الاحترام فعلا يعني انا واستاذ محمد كنا بنتكلم انا ومحمد كنا بنتكلم في الموضوع ده امبارح. اهم حاجه في الحياه، اساس الحياه الاحترام ثم الحب. أيوة. اهم حاجه في الحياه. ايوه، لان الاحترام لو انهار بتنهار اي علاقه والحب. انا كنت كاتب بوست على الفيسبوك من كام يوم بقول ايه، الحب الطريقه المثلى لاداره الحياه. عايز تدير حياتك بشكل بيرفكت، اتعامل بحب مع زميلك، مع مديرك، مع اخوك، مع الاشياء ابنك، كمان يعني مع اي الأشياء. حاجه انا بعملها لازم احب شغلي عشان اقدر اادي. انا عربيتي مطلع عينيها ورغم ذلك مستحملاني. لازم فعلا، هو ده بيبان في كل حاجه، سواء في طريقه شغلك، في طريقه الحاجه اللي انت بتتعامل بيها، حتى لو مع الحاجات الجماد يعني، فدي بتبان بتحافظ عليها وكده. وكمان خصوصا متطلبات السوق دايما متجدده على طول بطريقه سريعه جدا، فانت لازم دايما تكون مواكب لده. فانت ما تشوفش مثلا مين خد كورس ايه او حد طور من نفسه ازاي، لا ركز مع نفسك انت. اهم حاجه ان انت تحط لنفسك خطه ان انا يعني اتفوق على نفسي، لازم اكون احسن من نفسي النهارده. ما اشوفش مثلا مين وصل لايه وابدا اشوف ان هو ده يبقى تارجت ليا ان انا عايزه اوصل له، لا حاول تكون احسن من نفسك. يعني تشوف انت امبارح كنت فين وبكره تكون احسن، يبقى عندي زي ذاتيتي كده وابقى انا عندي رؤيه واضحه عايزه بكره ابقى فين وبعده ابقى فين. البعد على المدى الطويل. ايوه خطه تحطها لنفسك وتمشي عليها تطور من نفسك. كورسات مهارات. كنت مجهزه لنا انترو مقدمه كده عن موضوع صياغه السيره الذاتيه. السيره الذاتيه مهمه جدا، اللي هي السي في اللي انت بتروح تقدمه للوظيفه. لان انت قبل ما تروح تقدم للوظيفه، قبل مقابله العمل دي، بتكتب السي في، بتبدا تبعته للشركه، وهي دي اول صوره بتكون ليك عندهم. فهم لازم تكون الصوره دي منظمه جدا، لازم تكون كاتب فيها المعلومات الدقيقه بصوره واضحه، زي ما باشمهندس احمد كان بيقول لنا ان احنا نكتب الحاجات اللي هو خير الكلام ما قل ودل. انت اكتب الحاجه المهمه بالوان بسيطه، تبدا تعمل بقى الخطوات بتاعتك. ممكن نقول الخطوات، اول خطوه في كتابه السي في يمكن اول حاجه اللي هو الاسم، اسمك يكون مكتوب بخط واضح ولو انجليش كابيتال ليتر كده وفي وسط الصفحه، ولان الاسم اول ما يميزك. لما يبقى مثلا ايه بيدور في وسط السي فيز عايز يسحب الثلاثة دول، قال انا شايف ممكن نعمل لهم، فكل ما الصوره الذهنيه عنده مرتبطه جدا باسمك فكل ده ما كان مهم جدا. تاني حاجه تاريخ الميلاد عشان يقيم سنك ويبقى عارف هل لو الوظيفه ليها عمر معين، ومكان الاقامه برضو. مكان الاقامه بيبقى من البيانات، من اول البيانات اللي بيتبص عليها، لان مثلا انت ساكن مثلا في التجمع، في التجمع الخامس والوظيفه في اكتوبر، هيقول لك ده انا عبل ما يجي لي الصبح ساعتين، ولو جه في ميعاده هيجي مهدود وهيروح مهدود، هينام مش عارف يجي الشغل تاني يوم. فمهم جدا تكتب الاسم في البدايه ومحل الاقامه. ثالث حاجه يمكن النوع، في ميل او ميل ذكر او انثى. بعض المهن بيبقى عايز ميل او عايز ذكر، وبعض المهن مثلا بيبقى فيها مجهود عضلي جامد، او مهنه الهندسه مثلا فيها احتكاك بالعماله كتير، فبيفضل المهندس الراجل. في ومش عايزين المهندسين يزعلوا مننا. لا طبعا. فبيفضل في حاجات يفضل في حاجات، ففي مجالات معامل معينه بيفضلوا فيها الذكر عن الانثى. جزء برضو بتاع الحاله الاجتماعيه، بعض الناس بتنظر للرجل المتزوج المنجب ان هو بيبحث اكثر عن الاستقرار، ده راجل متجوز ومخلف عايز يراعي اكل عيشه، عايز يستقر في مكان، غير الشاب اللي لسه مش متزوج خالص هيقول لك ده راجل حر مش فارق معاه في اي حاجه، اروح ايه قافل الدنيا والسلام عليكم وعليكم السلام، مش فارقه معاه، ما عندوش مسؤوليات، ما عندوش التزامات كبيره. ايه تاني؟ البريد الالكتروني اللي هو الايميل بتاعك، لازم اسمك يتكتب صح، بلاش الاسامي الدلع اللي بتتكتب دي، روبي وكيمو ودودو، لازم اسمك يتكتب ده بالنسبه للبريد الالكتروني. الايميل اللي هو الايميل، الهاتف، الرقم الموبايل بتاعك لازم يتكتب صح وبشكل واضح جدا، لان ده احسن وسيله اتصال، افضل وسيله اتصال ممكن يتواصلوا بيها عن طريق رقم التليفون. المؤهل بقى،
مهارات علمية، بكالوريوس لسانس ماجستير أو كلية الجامعة أو التخصص بقى أو دراسة أو التقدير أو خاص بيها. بالنسبة بقى للحاجات اللي هي المؤهلات العلمية دي والكورسات، احنا المفروض بنكتبها من الأحدث للأقدم. يعني لو انت مثلا خريجي حديث التخرج، المفروض تكتب ان انت متخرج من الجامعة كذا والمؤهل بتاعك ايه، بعد كده تكتب ان انت كنت في مدرسة ايه، يعني من الأحدث للأقدم. وحتى كمان المهارات بتاعتك، ان انت مثلا لو خدت كورسات او انت كنت في وظيفة معينة، تكتب آخر وظيفة انت وصلت لها، بعدين بعد كده تكتب الوظائف اللي بعد كده، لان انت الشخص اللي بتقدم له للوظيفة بيكون بيهتم ان هو يعرف انت وصلت لفين دلوقتي وبعد كده هتكون فين، فتكتب الأحدث ثم الأقدم. تاسع حاجة ممكن نقولها اللي هي المهارات الشخصية، زي مثلا ان انت تتكلم عن قدرتك بشكل عام، ان انت مثلا تقدر تشتغل تحت ضغط، ان انت تقدر تشتغل في عمل جماعي. وزي ما احنا قلنا ان احنا لازم الحاجات دي تكون فيها مصداقية، يعني ما تشوفش مثلا حاجة من على الانترنت استامبا وتقوم كاتب زيها، لا، لازم المهارات دي تكون فيك انت فعلا وتكتبها، لان اللي بيقرا السي في بيبقى عارف هل انت الحاجات دي فعلا موجودة فيك ولا انت بس رصصهم كده تحت بعض اللي هو مهارات وخلاص، ان هو كاتبها. أيوه. من غير ما تكون استامبا كده موجودة فيه. العمل تحت ضغط، القيادة، تكوين فرق العمل، انا حافظهم. أيوة. انا شفتهم في سيفيهات كتير متقدمه لي. ده ما ينفعش خالص. لا، انت كل حاجه تبقى حقيقه في كل سي في، لازم تكون صحيح واشتغلت بيها، والمؤهلات كل ده لازم موثقة ومعاك شهادات بيها. يعني انت لو كتبت مثلا صفتين او ثلاثه، احسن ما تكتب 10 صفات وما يكونوش موجودين فيك اصلا. عاشر حاجه بقى، وهي الهوايات والنشاطات التطوعيه. الهوايات زي ايه؟ ممكن تكون زي رياضه معينه انت بتلعبها، زي مثلا تكون بتحب تصور بطريقه كويسه، لان الحاجات دي ممكن تفيد بعد كده في الوظيفه بشكل او باخر يعني. وبعد كده ممكن من اهم الحاجات بقى في الاخر كختام يعني للعشر خطوات اللي احنا قلناها، ان انت تهتم بكل خطوه على اكمل وجه، لان ده بيسهل لصاحب العمل ان هو يشوف خبرتك بشكل واضح، فساعتها يسهله ان هو ان شاء الله يكلمك وتتقبل للوظيفه دي. جميل جدا والله. يعني احنا ذكرنا 10 مفاتيح مهمة و10 تأكيدات مهمة في صياغة السيرة الذاتية، وبشكرك على مجهودك في الحلقة دي صراحة، سواء في الإعداد سواء في التقديم. مجهودنا كلنا والله، يعني شرف ليا. الله يخليك. وبشكر يعني بقى ايه، انا المرة اللي فاتت اخطأت وكان سهوا ان انا ايه ما تقدمتش بوافر الشكر، وافر الشكر للزميلة العزيزة سلوى العدوي. سلوى معانا في الإعداد تدريب، بس بصراحة احسن حد اشتغل معايا في الاعداد هو سلوى العدوي، بنوته زي العسل، شاطره عارفه شغلها، بتتعامل بشياكه بلطف، بتتعامل بجنتله، بتتعامل بذكاء، قبل ميعاد شغلها بتكون مجهزه كل حاجه. وانا بديها مليون سلام وتحيه يا سلوى، وان شاء الله انت مكمله معانا وهيكون ليكي فرصه عمل في برامجنا، اللي هو سواء تاملات انسانيه او ضربه حظ او ضربه حظ او برنامج النص التاني اللي هتشاركني تقديمه الزميله العزيزه روبي محمد. روبي هتكون معانا برضو يوم الثلاثاء على الهواء مباشره في برنامج النص التاني. وبحييكي وبشكرك جدا يا روبي على تواجدك معانا في اول حلقه. شكرا محمد، واداء رائع، ووجودك ان شاء الله هيكون مستمر معانا. وزي ما اتفقنا هنتعاون في بعض الاعمال الفنيه الفتره الجايه، فان شاء الله تكوني نموذج مشرف للفتاه المصريه اللي قادره ان هي توظف مهاراتها بالشكل اللائق وتقدر توصل نفسها للمجتمع سواء على المستوى الفني او الاعلامي. اهلا. شكرا بك. محمد، شكرا هنا. ميرسي يا روبي، مبسوطه اني كنت معاكي النهارده، وانا سعيده جدا بانضمام الفريق برنامج تاملات انسانيه. ان شاء الله اللي جاي افضل. ان شاء الله. وفي النهايه بنهدي مليون سلام وتحيه للبطل الحقيقي في كل برامجنا، وهو الساده المشاهدين اللي دايما متابعينا ودايما بيدونا طاقه ايجابيه ودايما بيتواصلوا معانا على السوشيال ميديا. وانتظرونا في حلقه جديده من برنامجكم تاملات انسانيه الموسم السادس فرصه عمل.